يا والله ما نجيب، والله ما نجيب، ما تعرفنيش برومور امشي بم 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 بم. والله لاخر الدنيا، والله تطلع الربي، والله اش اش اي اطلع 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 نعم. يلا باب يلا برومو بتاعي دي برومو. لا 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 ادي ردي ماري ودي يسر بمشي يمشي. والله يا ربي عليه هكا، عليش عليش في البرومو بتاعي. نفس نفس نفس، فهم حتى مشكلة نفس، شوية صبر شوية صبر برشا صبر، قول وتتعدى الأمور لباس سلامة يا ربي. التيميتس بتاعي واحد مساكن صاير فيهم يا ربي يا ربي، مش ندوك يا ربي يمشي معاش ناجم مش ندوك مش نعم شربة أدي. وين وصلنا يا ودي؟ هيا يا ودي يمشي، حرك هتحرك. سامحني سامحني والله سامحني يا دخلت بعضي، سبيتك أسأت ليك برص أمك برص لي يعز عليك عاش خويا الباهي. بالله هيا والله طرح برومو متاعي، والله الطرح هذايا خنكمل نلعبو بالله. حل اللول فيس عم بعد عمل اللي تحب، عاش خويا برص أمك كمش يا ودي. شنو هذا يا ودي؟ 2017 يا ودي مرزن يا ودي، خف يمشي صحيح مشيت طرح. لا لا هذيا صحيح بالله ما فماش حل، بالله فماش حل. اس اس دي ايوا ويولي البيسي تحل فيسع. لا لا بالله بالله هذي تاوي نمشي نشريه، تاوي نمشي نشريه. وين ولا وين ولا اس اس دي وين؟ مرحبا بكم شباب في فيديو جديد، فيديو ان بو سبيسيال ان بو سبيسيال. فهمتني المره هذه كما تفرجتم بكري معناه في الفاجعه اللي صارت بعد على اثر وقوع البلو سكرين، معناه خسرنا طرح برومو مشي حرام الشيء هذايا. وانا تمنيت اذا كان جات بي سي نتاعي اسرع برشا من اللي هو تو ممكن رانا خلطنا نرجعوا نلعبوا في البرومو نتاعنا ونربح البرومو، ولكن للاسف الشيء هذايا ما صارش. انا الحقيقه ما نتمناش الشيء هذايا عاود يصير لي فهمتني، وما نتمناش الشيء هذا يصير حتى واحد فيكم انتوما. اما شنو نتمنى انا ليا انا وليكم انتوما؟ انه يكون عندنا اس اس دي. هذا هو ضيف الشرف نتاعنا الاس اس دي فهمتني، يسلم عليكم فهمتني. شنو هو الاس اس دي؟ شنو هو الاس اس دي؟ الاس اس دي سيدي بن سيدك هو ديسك دور فهمتني، ولكن مش كما اي ديسك دورات، مش كما ديسك دورات تقدم. هذا ديسك دور فيه سرعه ارهابيه كما باش نثبت لكم انا في الفيديو هذا. باهي نعملوا طلع نحلوا شو اسمه الباكم تاعنا لهنا. الورقه عرفت فاهم تقدرها مش تطول طايش تروحها حتى حد ما باش يقراك فهم. باهي هذا هو ثم باكو اخر، حلوا الباكو الاخر. هذا هو دونك الاس اس دي في كامل قواه العقليه والجسديه فهمتني، باش نركبوه في الحاسوب نتاعنا على قريب. فوالا فوالا نبداو نشرعوا في العمليه نتاعنا. دونك بيان سور قبل ما نبدلوا الديسك دور نتاعنا على خاطر باش نزاد باش نعاودوا نصبوا الويندوز في الديسك دور جديد فهمتني في الاس اس دي، والبيانات اللي موجوده في الديسك دور نتاعنا كل باش تتفسخ. دونك من المستحسن تعملوا تحطوا من عرش لي دوني حاجتكم بهم كل تحطهم في ديسك دور اكستيرن ولا في كلاود ولا في اللي هو فهمتني. انا بور لو مومون تصور حطيت كل شيء نتاعي في الكلاود. دونك فوالا نبداو العمليه طب. دونك عدنا الاولاد فهمتني، هذا هو الحاسوب نتاعنا يعني. نحينا الكابلوات الكل كما تلاحظوا فهمتني. به تويكا شركبوا الديسك دور نتاعنا، نستحقوا لازم نعرفوا الديسك دور ساعه ومشي يركب. به هذا هو ساعه الديسك دور اللي عندي انا ديجا فهمتني. هذا الكابل هذا اللي هنا تشوفوا فيه هو نتاع الضوء فهمتني، والكابل الاصغر هذا هو الكابل ساتا، هو اللي يربط بين الكارت مير والديسك دور. يجي لهنا هو لهنا بلاستو فهمتني، هذا الكحل هذا هو الكابل اللي ريناه راكب في الديسك دور. دونك لازمنا زاده الديسك دور نتاعنا باش نركبوه فرد بلاصه فهمتني. هما تحت الكارت جرافيك هما هذوما، فما زوز لنا زوز اخرين هنا، وفما زوز اخرين متخبين تالي بالكل، معناها عندنا 6 اونتري نورمالمون نتاع ساتا. باه دونك للغرض نتاعنا يعني باش نستعملوا كابل ساتا هذا فهمتني، اللي هو باش يربط ما بين
الكارت مير والديسك دور. دونك نحطوه في لي زونتري لهنا المخصصين للغرض هذايا، فهمتني؟ دبرك تك ركب، سمعتوها كتك هذيك. تويك نعديو الكابل من هنا، فهمتني؟ خاطرش نحطو الاس اس دي نتاعنا فوق الديسك دور. باه هذاك هو الكابل ساتا، والكابل نتاع الكورون ها هو اللي لهنا، هذا هو معناه اللي باش نركبو فيه الديسك دور، على خاطر كيما من عاش وريتكم ولا. اما الديسك دور معناتها الاس اس دي ربي عنده لي زونتري هذوما اللي على اليسار اللي تراو فيهم هذاكم تاع الساتا، واللي على اليمين هما نتاع الكورون. باه تويك انا باش نحطكم في بلاصه لنا، على خاطر عمليه باش نعملها نتطلب زوز يدين. دونك كيما قلنا باش نربطوا الكورون ساعه اولا بالديسك دور نتاعنا، باش تكون عمليه معقده شويه، فهمتني؟ الكابل مانجمنت نتاعي لهنا ماهوش هايل ياسر، مش نتاعي هو اصلا، خاطر كان جاي نتاعي نصور باش يكون احسن من هكاك بشويه برشا مش بشويه. باه دونك نقحمو ال SSD في الباور تك هاوكا، وتويكا يجي وقت الكابل ساتا سيتا سيتا بالانجلي خير سيتا. باه نحطو الشي هذايا، هيا فوالا اركب جو احلى جو. باه دونك ما بقى جست ان نحطو الاس اس دي تويك في بلاصه مزيانه شويه، فهمتني؟ حاجه اخرى مهمه الاولاد، كما تلاحظوا هذا هو الديسك دور القديم تاعنا، هذا الكابل ساتا نتاعو نحيناه الكابل نلصناه من هنا، باش هكاك كي نصبوا السيستم تاعنا الريجستري معناها فيشيات نتاع الريجستري الكل يتصبوا في الاس اس دي مش في الديسك دور القديم. دونك نحيوا الكابل ساتا نتاع الديسك دور القديم تاعكم، وكي تكمل الانستالاسيون وقتها عاودوا برانشيو الكابل نتاعكم. باه ونستناو تويك البي سي نتاعنا يبوتي كالعادة. إذا كان صبيت ويندوز مقبل دونك ديمارش اللي بتصير تعرفوها، إذا كان ما صبيتوش ويندوز ميسيرش أنا موجودة هنا باش نعاون الضعفاء منكم انتوما. باه نستنى طويك حتى يطلع لنا في الكرون هنا باش يقولنا إذا كان تحب تستعمل السي دي بتاعك انزل على أي فلسة، فهمتني؟ دونك فوالا نزلت على أي فلسة. ويندوز از لودينغ فايلز طويك باش نستنى شوية حتى ويندوز يلود الفيشيات نتاعو. بعد ما يكمل هو اللودينغ نتاعو باش ندخلو في البروسيدور نتاع الانستالاسيون نتاع الويندوز. باه اوكي شويه صبر تويك، جوست شويه برك شويه برك مش برشا شويه. باه عدنا تويكا وصلنا للست اب تاعنا باش يبدا. تنجمو تختارو اللونغ دانستالاسيون، تنجمو تختارو الوقت، تختار زاد الكلافي نتاعك شنو هو اللاي اوت نتاعها. انا باش نخلي كل شيء كيما هو، فهمتني؟ باش نعمل نيكست، باش نعمل ننزع في السيرية ست اب فيل جشتاتد هذيا بالدويتش معناها من الاخر، معناها استنى شوية قالك استنى شوية من الاخر. باه باش نجيو تويكا فوالا لهنا. بون انا عندي في السي دي نتاعي يقترح عليا الويندوز 7 هوم بريميوم، وعندي البروفيشنال وعندي الالتيميت، اما عندي واحد برك انا عندي الكود اللي عندي انا هو نتاع ويندوز، شنو هو؟ باهي الكود اللي عندي انا ويندوز هوم بريميوم، دونك باش نختار الويندوز هوم بريميوم. باهي 64 بيت في حالتي انا. نكست نكسبتي بالطبيعه، ما نعرف حتى شيء لهنا. نجي تو عندك الاوبسيون يا اما تعمل ابجريد ولا تعمل كاستم انستليشن، فهمتني؟ انا باش نعمل كاستم لهنا باش يكون عندي اكثر كنترول على لي بارامتر موجودين عندي. يعني نجي لنا فوالا هذا هو الديسك دور نتاعنا تويك الاس اس دي طلع لهنا. نعملوا فوالا شنو فما لهنا، فما اوبسيونات نجمو فورماتيو، دونك علاش لا برا نفورماتيو. يا ليتس جو. باه ننتظر شوية برك لو طون لي هو يفورماتي هاكا كمل فورماتي جاو باهي. نعملو نيكست تويكا فوالا باش نقعدو نستناو شوية لهنا حتى كشي يكمل هو ينباكي الفيشيات نتاعو ويصب ويريق الجو. نورمالمون تطلب الحكايه درجين ربع ساعه
حاجه كنا كيك فهمتني. اون فوا هو يكمل الشيء هذا نرجعوا له باش نرجعوا البارامتر اللي مازالوا ناقصين. قعدنا الاولاد طويك كما طلعت في البي سي باش روديمارا وحده يعاود يقولك لهنا اذا كان تحب تستعمل سي دي انزل على اي فيس كلافير ما تنزلش جوست احد السنه طويك معناها الفاست هذيا خاطر باش روديماري مره اخرى ظهر لي كل مره روديماري فيه يقولك اذا كان تحب تستعمل سي دي انزل على اي فيس ما تنزل حتى شيء خليه يريق الجو باهي طويك ابارامون باش ندخلوا نعملوا لي بارامتر لهنا نتاع البي سي نتاعنا باش نسميه البي سي نتاعنا باش نسميه ولا مود باس ما نسحقش البرودكت كي طبعا نعملوا بعد مش مشكل نعملوا نيكست اوكي استعمل اللي تحب عليه الوقت مريقل جو احلى جو فوالا جوست شو قعدت هكا شويه هكاك بوم مستانس انا بالديسك دور الخرده نتاعي بارامون شاي هذا اس اس دي بارامون عالم اخر به قاعد يحضرنا هكا في الديسك توب نتاعنا بيان سور لازم نصبوا درايفرز فهمتني انا عندي درايفرز نتاعي وينهم هما كيلكو بار لان حطيتهم انا السيديات ولا عندي درايفرز نتاع الكارت مير ودرايفرز نتاع كارت جرافيك باش نصبهم طويكة بعد ما باش نصب خاطر هي عملية مقلقة شوية معناها نصور ما فيها حتى شي سبيسيال باش تراوح دونك باش نصب باش نصب الدرايفرز هذوما من بعديك باش نصب اللول وباش نصب شويه بروغرامات نخدم بهم زيادة كيما الفيغاس كيما الفوتوشوب الى اخره بعد ما انا باش نصب هذا الكل باش نعملوا مقارنه ونشوفوا بالرسمي هل انه فما فرق بين الاس اس دي وبين لي ديسك دور ميكانيك العاديين فهمتني دونك قعدنا شباب طويك احنا تقريبا بعد 3 ولا 4 نهارات معناها جوست صبيت كل شيء فهمتني عطيت زاد البي سي وقت باش يتاقلم مع روحه فهمتني وطوى باش نعمل تيست كيما قلت لكم باش تيستي ونشوفوا الوقت اللي كان يطلب البي سي قبل وبعد الاس اس دي دونك طوى باش نسكر البي سي نتاعنا فهمتني ديجا حتى في التسكير نتاعو تحسو رابيد برشا وصل له معناها كاب تسكر على روحك باهي اش قولكم ترى لانه الشيء هذا قابل للتصديق ولا ينعم قابل للتصديق خاطر انا عمري ما نخ فوالا دونك هذا هو كما ريتو بصراحه الاس اس دي عالم اخر بصراحه معناها يولي البي سي نتاعك يتحل فيسه البروغرامات اللي تصبهم في الاس اس دي يتحلوا فيسه يتسكر فيسه حتى الاف بي اس طلع الاف بي اس نتاعي في اللول معناتها زاد تقريبا ما بين 15 و20 اف بي اس تحط لكم بعد شويه فيديو فهمتني عامله طلع على الاف بي اس من قبل كان يجيني 60 طويكة ولا بين ال 75 و 95 دونك بصراحه فما فرق شاسع فهمتني شاسع على الاخر به ولا في الاخر حاب نشكر عباد كل اللي تفرجت زاد حاب نشكر سكوب اللي مسبونسوري الفيديو هذه اذا كانكم انتريسي لا نتوما انتريسي انا متاكد انا نحس ان نتوما انتريسي وتحبوا تشريوا الشيء هذايا فهمتني اذا كان تحبوا تشريوا الشيء هذايا هاو كلوته في الديسكريبسيون
تلقاو فما ليان معناها فهمتني تنجمو تتفضلوا تعملوا طله هذيك. واون بلوس دو سا اون بلوس دو سا فهمتني انا باش نسمح لكم انكم تاخذوا روميز نتاع 5% اذا كان تمشيو في جمعتين من اللي يهبط الفيديو هذايا. تعطيوهم الكود جيلي اس اس دي جيلي اس اس دي تلقاو زاد الكود مكتوب في الفيديو اللوتو في الديسكريبسيون فهمتني. امشيو قولوا لهم انا حاب نشري الاس اس دي هذايا وسي فؤاد باجي قال لي هو باش يعطيني 5% روميز تاخذك 5% روميز فهمتني. دونك هذا هو بالنسبه للفيديو نتاع اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم واستمتعتوا اون بلوس دو سا استفدتوا. ما تنساوش باش تعملوا لايك وسبسكرايب وكل حاجات اليوتيوبرز كل يبكيو باش ياخذوها فهمتني. شكرا حسب متابعه واستماع والى اللقاء.